مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. دايما بنكلم الفلاح وبنوعيه وبنقول له ازاي يحصل على محصول ذو جوده عاليه وانتاجيه كبيره لما يتنبأ دايما بامراض، واحنا مع حضراتكم في الموضوع ده من زمان، ولكن احنا بناكد عليه بقى عشان احنا يعني خلاص اهو يا رب ان شاء الله ننتهي من فصل الصيف بسرعه في الحر الشديد اللي كنا فيه. خلال فصل الصيف اللي فات كنا برضه مع حضراتكم بنتكلم على الافات والامراض والاوبئه اللي ممكن تصيب النباتات، ازاي نتنبأ، ازاي يكون عندنا شعار الوقايه دايما خير من العلاج. ده ممكن يخلينا نتلافى اضرار كتير قوي ممكن تحصل للمحصول، ولكن ازاي نتنبأ، ايه الجهه اللي ممكن ناخد منها هذا التنبؤ بشكل سليم وصحيح. تفاصيل كتير جدا هنعرفها عن الموضوع ده من دكتور نورهان عبد السلام، مساعد باحث بوحده امراض النبات بمركز بحوث الصحراء. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منوراني. ميرسي جدا. الفكره بمنتهى البساطه ان الفلاح يتنبأ بالامراض قبل ما اي مرض لا قدر الله يصيب المحصول. تمام. ازاي يحصل ده؟ تمام. هو موضوع التنبؤ بالامراض موضوع مهم وفعال جدا في هذا المجال، ولكن هو مش الفلاح اللي بيقوم بيه، هو حقيقه يعني الباحثين هم اللي بيقوموا بموضوع التنبؤ، لانه بيحتاج جهد ودراسه طويله جدا ووقت وتكاليف كتيره جدا الفلاح ما عندوش استعداد ان هو يقوم بيها. الفلاح دايما عارف الامراض اللي بتجيله كل سنه وبيحاول ان هو يعمل لها وقايه من قبل حدوثها، لكن ان هو فكره ان يبقى عنده تنبؤ بمرض قبل ما يحصل، للاسف لسه المفهوم ده مش عند الفلاح لحد دلوقتي. ما هي تنبأ من خلال التعاون مع الباحثين. المفروض هو ده فعلا دور الباحثين، ان المفروض ان هم يبداوا من دلوقتي يحصل توعيه للمزارعين في اماكنهم في الصعيد وفي الدلتا وفي الاماكن بتاعتهم، احنا اللي نروح لهم المفروض يعني، ونديهم البرامج ونفهمهم طبيعه انتشار المرض وايه الظروف اللي بتساعد على انتشار المرض، ونفهمه خطوره الوباء لو حصل عنده وقد ايه الخساره اللي ممكن تحصل له. فده المفروض يبقى دور الباحثين اكتر من ان هو دور المزارع، يعني المزارع بيبقى تطبيقي اكتر. تمام. هي فكره ان هو يبقى عنده استيعاب، انا اقصد بسؤالي عنده استيعاب لفكره التنبؤ، يعني يتعاون مع الباحث ويعرف ان انا ممكن اتنبأ بالامراض. تمام. قبل ما تيجي تصيب محصول. طبعا. فبالتالي هو ده دور الفلاح، انه يستوعب الفكره، ان هو يبقى فاهم ان هو ممكن يروح للباحثين ويتعاون معاهم، فبالتالي هيخرج بنتيجه. تمام. عاليه جدا، ان هو يعني يحاول يساعد محصوله انه يوصل بيه لبر الامان. تمام. طيب خلينا نشوف بقى بدايه الموضوع كان ازاي مع الباحثين، ووصلتوا لغايه فين دلوقتي، وتحديدا الحقيقه ان عندكم مجهودات كتير جدا تحديدا في مركز بحوث الصحراء. هو التنبؤ، عايز بس اعرف، التنبؤ هو توقع الشيء قبل حدوثه، سواء بيوم او يومين او بشهر او حتى بسنه. فاحنا بنتوقع حدوث المرض في الفتره الزمنيه مثلا بعد شهر او بعد سنه في مكان معين، بناء على ظروف معينه، بناء على برامج بيتم وضعها من قبل الباحثين فتره طويله جدا، بيتم وضعها على داتا بيز على الكمبيوتر، وبنبتدي ان احنا نضعها في نشرات ونوزعها على المزارعين. التنبؤ من حوالي 150 سنه. أيوة. ظهر موضوع التنبؤ لما حصلت المجاعه في ايرلندا بسبب اصابه نباتات البطاطس باللفحه المتاخره. البطاطس في ايرلندا هي المحصول الرئيسي، فلما جت اللفحه المتاخره عملت مجاعه، طبعا دي كانت مشكله فادحه بالنسبه لدوله زي ايرلندا. بدا من هنا، دي كان يعتبر اول مرض بدا الباحثين ان هم يفكروا في برنامج للتنبؤ ازاي يتلافوا هذا المرض الاعوام القادمه. الكلام ده من حوالي 150 سنه، يعني الكلام ده من زمان جدا. اتطور الموضوع بقى على امراض مختلفه، اتطورت نظام اجهزه القياس وازاي يقدروا وازاي يسجلوا الداتا بيز بتاعت كل مرض، لان كل مرض ليه زي طبيعه بيحتاجها او ظروف مناخيه معينه بيحتاجها بتلائمه علشان يحصل الوباء، يحصل الاصابه ومنها الى الوباء. ازاي يسجلوا هذه الداتا بيز على الكمبيوتر، وازاي يسجلوها لفتره طويله جدا وتتحط على الانترنت، يعني دلوقتي المزارع لو عنده معرفه شويه بالانترنت ممكن يستغل ده في التنبؤ بالامراض. كل مرض ليه داتا بيز بيخش باسم المرض وبيبتدي يشوف ايه الظروف الجويه المناسبه ليه. وبيعرف دلوقتي عندنا برضو التنبؤ بالارصاد الجويه، انت عندك دلوقتي ممكن يقول لك السنه الجايه كلها هيبقى درجه الحراره فيها عامله ايه لمده سنه كامله، فانت المفروض بتبقى عارف ان انت بتطلع على نشره الارصاد الجويه
الفتره اللي جايه كلها مع برنامج التنبؤ، بتبقى عارف ان انت لو جات لي الظروف المناخيه هتساعدني على انتشار المرض، المفروض ان انا بعمل حسابي واخد احتياطاتي الوقائيه للحمايه، يعني زي ما قلتي كده نعدي من نبات بار الامان. بالظبط. طب احنا عشان نعمل كل ده اكيد هنوصل ان انتوا بتستخدموا ما شاء الله تقنيات عاليه وتقنيات حديثه، يعني ادينا فكره عن التقنيات دي ومدى كفائتها بقى ومدى جودتها، لان المزارع ممكن يقول لك طب هو ممكن يحصل خلل، ممكن يحصل تنبؤ خاطئ مثلا، ممكن المعلومات ما تكونش دقيقه قوي، احنا عايزين نطمن الفلاح ان المعلومه اللي بتاخدها من الباحث فهي دقيقه 100%. اكيد طبعا. صعب قوي موضوع تنبؤ خاطئ، لان الموضوع مش بالاحساس. بالظبط. الموضوع باجهزه دقيقه تم استيرادها من الخارج فعلا. الاجهزه دي حساسه جدا لدرجة ان هي بتقيس كل الظروف المناخية حوالين النبات، سواء من درجة حرارة التربة او درجة حرارة الجو او الرطوبة النسبية في التربة او رطوبة الجو او فترة ابتلال الاوراق او شدة الاضاءة وطول فترة الاضاءة على النبات، كل دي بارامتر كتير بتتاخد بشكل دقيق جدا وبتتسجل على الكمبيوتر، الجهاز اللي بيسجلها مش بني ادم حتى عشان نقول فيه عامل خطأ في الموضوع، بالعكس ده الكمبيوتر هو اللي بيسجل لي الداتا دي كل 5 دقائق وبيعرضها لي بشكل متوسط كل ساعه او كل يوم، وبيبتدي يخزن الداتا دي عنده في جهاز متوسط بوحده كمبيوتر، بيبتدي يخزن الداتا دي طبعا عنده في الكمبيوتر لفترات طويله جدا ما فيش فيها اي نسبه خطا، يعني الكمبيوتر هو اللي بيسجل يعتبر. بيبتدي الفني يدخل هذه الداتا على برامج معينه على الكمبيوتر وبتبتدي يحصل لها عمليه تحليل. بعد عملية التحليل ديت بيبتدي بقى الفني يعرف ان في الظروف ألف ب ت س او الظروف مثلا الجوية 1 2 3 4 دي بيبقى منتشر المرض ده، بالتالي المفروض ان يوعي بقى من هنا يبدأ دور الباحث ان هو يوصل للمزارع لحد مكانه، يعني لحد الصعيد او لحد الدلتا، ونسافر لهم ونروح نعرفهم ان في الظروف الجوية دي هيحصل الامراض دي، المفروض تاخد بالك وتاخد احتياطاتك الوقائية اللي هي المفروض برضو برنامج التنبؤ بيوضحها، المفروض ان هو بيفيد المزارع كمان ان هو يقول له انت المفروض ترش امتى المبيد الكيماوي او المبيد الحشري او المبيد الحيوي، سواء عشان يساعده ان هو يقلل من تكاليف هذه المبيدات. التنبؤ بيساعد طبعا على تقليل التكاليف بشكل كبير جدا يعني. تمام. لكن نسبة خطأ في برنامج التنبؤ مفيش، لان مش انسان اللي عاملها، يعني مش الانسان عشان اقول في نسبة خطأ تجريبي انا عاملها بايديا. أيه. لكن ده جهاز، وتبقى جهاز دي اجهزه حساسه جدا يعني مزوده بحساسات فعلا دقيقه جدا يعني. انا بحاول بس اطمن الفلاح لانه ممكن يقول لك لا فعلا ممكن يبقى فيه خطا، لا خالص الموضوع ما فيهوش بس العنصر البشري، ده فيه اجهزه، وزي ما الدكتوره قالت ان الاجهزه دي بتكون حساسه جدا ودقيقه جدا جدا، واكيد قراءه بياناتها بتكون قراءه سليمه طبعا، لان احنا عندنا باحثين ما شاء الله. قلتي بقى نقطه مهمه جدا في خلال كلامك يا دكتور، انه انتوا بتوصلوا الناس كلها في كل المحافظات. انت راضيه عن يعني عن الموضوع ده بصراحه، وهل فعلا انتوا قادرين توصلوا؟ لانه احنا عارفين ان في عجز في دور المرشد الزراعي، فما بال بقى حضرتك بوجود الباحثين، يعني انتوا هتبقوا فاضيين يعني تاخدوا المعلومه بشكل دقيق، وهل انتوا كمان فاضيين انكم توصلوها؟ وخصوصا خليني اقول لك بس ثواني، انه في بعض الفلاحين لو هنتكلم بصراحه ما عندهمش فكره اصلا عن الموضوع. ما دي بقى موضوع التوعيه بقى. المفروض الاعلام يبقى ليه دور كبير احنا عاملين اهو عشان نوعي، بس انتوا دوركم في الاول، انا بركز على دوركم. هو احنا دورنا يعني احنا لو قسمنا المهام، احنا دورنا ان احنا نرصد الحاله ونسجلها ونحطها على الداتابيز، كل ده الفلاح مش هيقوم بيه، ده كل ده الباحث اللي بيقوم بيه، اللي يوصل الداتا دي للمزارع في مكانه ده دور المرشد الزراعي. ده مش دور الباحث، ده دور الاعلام، المرشد الزراعي، وسائل الاتصال المختلفه بقى، لو ممكن احنا حتى نتواصل بالانترنت، حتى مش لازم ان احنا نروح للصعيد، دلوقتي ممكن نبعت بالايميل. المزارعين دلوقتي بقى عندهم شويه يعني وعي وخلاص، وبقى عارفين دلوقتي كل وسائل يستخدموا التكنولوجيا عادي. يعني المفروض ان احنا نستخدمها في حاجه مفيده بقى، ان المرشد الزراعي يبقى على اتصال مباشر مع الفلاحين، سواء بالتليفون سواء بالفاكس سواء بالايميل سواء بنشرات يبعتها لهم بالبريد، يعني دي ابسط حاجه يعني ممكن تحصل. انما دور الباحثين هو يمكن مش عايزه اقول ان هو في المعمل بس ولا في الحقل بس، ولكن توصيل المعلومه للمزارع دي بتبقى دور المرشدين الزراعيين اكتر. بالظبط. انتوا على قد ما تقدروا يعني انتوا بتقوموا بالمهمين، يعني انا حبيت اسالك يعني السؤال ده. بنحاول نعمل ورك شوبس، يعني قايمين بالوظيفتين، بنحاول نعمل ورك شوبس عشان نوعي المرشدين الزراعيين احنا وصلنا لايه. النتائج اخر نتائج في احدث السنين اللي فاتت دي وصلنا لايه، نعرف المرشدين الزراعيين لما يروحوا للفلاح يقولوا له ايه، لازم المرشد نفسه يبقى فاهم الموضوع.
أيوة. احنا عندنا جاب شويه ان المرشد ما بيبقاش برضو يعني على درايه كامله بكل جوانب المرض. المرض مش الاعراض بس اللي ظهرت لي، المرض حاجات كتير جدا قبلها. أيوة. فلازم المرشد يبقى فاهم، عشان هو اللي هيفهم الفلاح، هو يقول له انت عندك درجات حراره كذا، عندك كميه لقاح كذا، عندك نباتات قابله للاصابه كذا، عندك ظروف جويه مناسبه للمرض، فانت لازم تاخد بالك. بالظبط. ومش هقول انه مش دورنا، يعني هو احنا كل واحد فينا في قريته او في بلده اللي بيقدر يعمله بيعمله، بس مش بشكل يعني منظم من الحكومه، احنا بنعمله بشكل فريندلي اكتر. لكن هو دور المرشدين في وزارات الزراعه والجهات المنوطه في الدوله، ده دورهم اساسا. حلو قوي ان انتوا تقوموا بدور مش بدوركم وبتحاولوا تساعدوا المرشد الزراعي، لانه احنا عارفين ان فعلا في غياب الى حد ما بسبب ظروف كتير قوي خاصه بالمرشدين الزراعيين. ولكن لما بتيجي بقى تتكلمي مع الفلاح وانت في قريتك او في بلدك، بتشوفي ان الموضوع فيه اقبال من الفلاحين؟ بيبقى عندهم نهم كده ان هم يعرفوا ويستوعبوا الموضوع؟ ايوه بصراحه كتير. يعني كتير بلاقي دلوقتي في وعي كمان عن السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت الواحد كان بيقعد مع جده وجد جده والناس جيراننا في قريتنا، لما تيجي تكلميهم على مرض معين تلاقيه مش مديكي اهتمام، او مش عارف خطوره المرض اللي ممكن يحصل. الفتره اللي فاتت مع تغيرات المناخ لقوا ان لما بيحصل مرض بتحصل كارثه. أيه. بتحصل خسائر كبيره، فبدا يسمعلك، بدا يسالك هو كمان، يعني بدا يتصل بينا، طب انا عندي ظهر لي كذا، طب اعمل ايه، طب ده ممكن يوصلني لايه، طب ايه المراحل المتقدمه من المرض اللي ممكن ان انا لو ما لحقتهاش دلوقتي مش هعرف ان انا اسيطر عليها بعد كده. بقى في وعي. مش هنقدر ننكر ده، لا بقى في وعي، بس احنا بدورنا برضو المفروض ان احنا نساعدهم اكتر. يعني مثلا البرامج اللي اتعملت مثلا على نبات قصب السكر، يا ريت المرشدين يروحوا الصعيد ويعرضوها على الناس اللي بتزرع قصب السكر، الناس اللي بتزرع بصل في الصعيد، في برامج اتحطت على البصل، الناس تروح تعرض لهم البرامج دي. انا هاخد منك كده يعني عناوين خاصه بكل محصول، ولكن انا برضو عايزه اسالك على موضوع التغيرات المناخيه اللي شفناها شويه مختلفه عن السنين اللي فاتت. بقى عندنا البرد قارس البروده والحر شديد الحراره، فيعني الموضوع بقى مختلف، وحتى الفلاح بيبقى شايف حاجات جديده عليه، فده بيخلينا نكون مركزين اكتر على المتابعه والتنبؤ. ماذا بقى تأثير التغيرات المناخية بموضوع التنبؤ بالأمراض؟ طبعا التغيرات المناخية ليها دور كبير جدا جدا في موضوع التنبؤ عامة، وفي موضوع حدوث المرض عامة. كل مرض ليه طبيعة، ليه درجة حرارة ملائمة، ليه رطوبة معينة، ليه ظروف ابتلال معينة، تساقط مطر بشكل معين عشان توفر رطوبة وابتلال الأوراق في وقت معين. كل مرض زي ما بنقول ليه طبيعته الخاصه. لما المرض الفلاح عامه بيبقى عارف المرض اللي بيظهر له مثلا في الصيف بيظهر له المرض الفلاني، ده في الجو الطبيعي الجو العادي. مع تغيرات المناخ الفتره الاخرانيه زي ما انت قلتي، ده الشتاء بقى شتاء قوي، الصيف بقى صيف قوي، والصيف بقى فترات طويله جدا. عندك كمان السنين اللي فاتت يعني كذا شهر بقى صيف، بدات تستحدث امراض جديده كانش الفلاح عامل حسابه ليها. هنا بقى بيرجع دور التنبؤ. ايوه. ان انت التنبؤ بيقول لك ان انت لو الشتاء جالك برد قوي، فانت توقع في الموسم اللي جاي زبول مثلا للذره مثلا. يعني الذره بيحصل له زبول لما بيبقى الشتاء برد قوي، دي حقيقه علميه، يعني فاكت يعني. هنا دور التنبؤ، لان تغيرات المناخ بتساعد على استحداث امراض جديده الفلاح ما بيبقاش طبعا عنده بيها اي درايه، ولا بيفكر اساسا فيها، ولا عامل ليها اي تجهيزات. وللاسف الامراض اللي بتستحدث عن طريق التغيرات المناخيه دي بتبقى امراض وبائيه، بيبقى كفحتها يعني صعبه، يعني مش عايزه اقول شبه مستحيله، بس يعني هي وانس ان هي بتحصل ما بتقدريش يعني تحكمي. خليني بقى معلش اركز على النقطه دي يا دكتور، انا بشكرك على انك اتكلمت فيها. احنا بنقول ايه بقى للفلاح؟ بنقول له انت لازم تتنبأ ولازم تاخد الخطوات الاستباقيه، عشان لو المرض او الافه لا قدر الله استوطنت داخل النبات بيبقى صعب انك تعالجها. طبعا. تمام، اديني بقى امثله على ده، يعني ايه بعض الاوبئه اللي شفتي انها يعني خطر كده وفي نفس الوقت صعب علاجها لو فعلا بدات الاصابه في اي نبات ايا كان؟ احنا عشان بس نقول خطوره انت بتتكلمي في خطوره المرض الوبائي. خطوره المرض الوبائي لازم يكون المحصول ذو اهميه اقتصاديه كبيره. يعني لو عندي محصول مش الاستراتيجي بالنسبه لي، فلو حصل له مرض انا مش هتضايق، يعني كفلاح عادي مش مشكله. انما لما يبقى المحصول ذو اهميه كبيره جدا ويبدا يحصل له اصابه، هنا بتبقى الخساره فعلا. زي مثلا عندنا القمح او الرز او الذره، دي المحاصيل الاساسيه في مصر، لو حصل فيها مرض وحصل فيها وباء
بتبقى مشكله، بتحصل مجاعات. ايوه حصل مجاعه في ايرلندا، قلت لك على البطاطس بسبب اللفحه المتاخره. مرض اللفحه ده من الامراض المسببه مش بس في ايرلندا، بسببها في مصر كمان. يعني احنا لو استوطن عندنا مرض اللفحه اللي هو فطر معين، يعني فطر الليتوسرا، لو استوطن عندنا نتوقع حدوث وباء. يعني نتوقع حدوث موجود عندنا الحمد لله، موجود بس مش بنسبه وبائيه. يعني في دلوقتي وسائل مكافحه كتير قوي شغالين عليه من زمان قوي، من اول لما ظهر من 150 سنه الناس بدات تشتغل على الفطر ده. طب اديني تاني بقى معلومات غير مرض غير اللفحه. طبعا حاجه كتير جدا، في عندنا جزر البسله، ودي برده من يعني من الخضروات برده يعني محببه عند المصريين، ومن الخضروات الاستراتيجيه يعتبر، مش محصول يعني استثنائي. في طبعا زبول الذره، زبول السيورت في الذره، برضو من المحاصيل المهمه جدا. في عفن جذور البسله، اللفحه المتاخره، اللفحه المبكره في الطماطم، يعتبر محصول اساسي بالنسبه لنا، ما ينفعش يحصل فيه مشكله. في امراض كتير جدا، في على بقى على ازهار الزينه والفاكهه. فلازم ناخد بالنا ان اهميه المحصول هي اللي بتخلينا نفكر ألف مره في برنامج التنبؤ ليه. ايوه يعني لازم نفكر كويس ان القمح فيه امراض. اقتصاد امريكا يعني يعتبر في الموضوع، فما تقوليش برامج التنبؤ عشان ازاي برنامج مصدر الافة سواء او فيروس او بكتيريا او حشره اللي تعمل اصابه. ازاي بقى؟ كميه اللقاح دي علشان يحصل اعراض لازم قبلها يحدث اختراق الافة. لازم كميتها قليله، النبات قاوم الاصابه، مش هيحصل مشكله. هي مش مشكله. لما بقى الافة كميتها كبيره جدا، النبات قاوم الاصابه وظهوره بيبقى مناسب. ده من ثلاث مرات. هي تحصل المشكله. كل زي عدد الاحوال او مصدر الافه او يعني سورس يعني بتاع المسبب المرضي، كل ما زاد كميته كل ما ده كان اداني مؤشر انها تبقى المرض صعب بشكل وبائي. يعني تبقى مكافحته صعبه جدا. تقدير اللقاح في طرق كتير قوي اقدر بيها اقدر اللقاح، سواء بقى المرض لو محمول بالتربه، في طرق كتير لاستخلاص الجراثيم والخايه وعزل الخايه من التربه وعزلها، ودي معينات طبيه وطرق تبع امراض النبات، طرق معروفه يعني طرق اي مركز بحثي بيقوم بيها بسهوله جدا. مجرد ما اجيب عينه من التربه واقول له اطمن لي كميه اللقاح الاولي هنا قد ايه؟ انا عارف ان انا عندي البكتيريا الفلانيه بس كميتها ايه؟ مش هيقدر طبعا يقوم بيه لانه بيحتاج بعض الاجهزه والكيماويات والزجاجيات اللي بنحتاجها في المعامل. الحشرات لو المرض حشري في طرق لعد الحشرات وازاي اقدر فعاليتها وفي اي طرق بتصيب النبات. لازم ان انا لو مثلا المسبب المرضي محمول بالهواء زي جراثيم الفطريات مثلا، جراثيم الفطريات دي بتتنقل عن طريق الهواء المبيض، من خلالها بقدر اجذب هذه الجراثيم واعدها، وبالتالي اقدر كميه اللقاح الاولي. ده بيديني انا مؤشر انا شكل المرض عندي هيبقى ايه السنه الجايه، بمجرد ما بعرف اللقاح الاولي في التربه قد ايه. ده المزارع مش هيقدر يقوم بيه، الباحثين اللي بيقوموا بيه. فلو المزارع لاحظ ان هو عنده ولو اصابه طفيفه جدا لازم يعرف ان في مشكله. ايوه لازم ان انا هنا اركز. طب انا ابعت لمركز بحثي يقدر لي كميه البكتيريا او الفطر او الفيروس او إيه؟ طب علامات المشكله ايه عشان برضو المزارع اول ما يشوف حاجه ياخد باله؟ ما هو كل نبات على حسب، خلينا على موضوع اللقاح. ما هو كل نبات على حسب العرض بتاعه، يعني كل مرض على حسب العرض بتاعه. عندي اعراض بتظهر على البادرات، في امراض ما بتجيش الا على البادرات فقط، بلاقي ذبول البادره وسقوطها وموتها، موت البادرات. في امراض بتصيب النبات في مرحله الشيخوخه. بصي انا طمعانه في المعلومات، فلو عرفتي عشان يعني الفلاحين البسطاء اللي مش عارفين يخشوا على الانترنت او مش عارفين يتواصلوا معاكوا او مع المرشد الزراعي ياخدوا معلومات من هنا، على قد ما تقدري قولي لي يعني سمي لي محاصيل
انا عارفه ان انا هتعبي شويه، ولكن انا بركز بس على الدور التوعوي فعلا، وان المزارع يبقى في الاخر طلع من الفقره واخد معلومات يعرف يطبقها، مش عايزين نتكلم كلام جنرال يعني. خلينا نتكلم على المحاصيل الاستراتيجيه زي ما قلتي. المزارع ايه اول حاجه تلفت نظره ويخلي باله منها؟ هنقول لازم يبقى المزارع عارف الاول ويبقى مستوعب تماما ان المناخ له دور معايا، مش بس عينه اللي بتلاحظ العرض. انا لازم ابقى مركز ان انا لو لقيت الشتاء عندي برد قوي، لقيت درجه الحراره عندي برد قوي او منخفضه قوي، لازم اركز ان انا ابقى عارف ان انا ممكن يظهر لي امراض، زي لو الشتاء برد قوي ممكن يظهر لي زي حاجه زي زبول الذره، زبول ستيوارت في الذره. المرض ده بيظهر لما بيلاقي درجات الحراره منخفضه جدا. ليه؟ لما بتبقى درجات الحراره منخفضه جدا، البكتيريا بتتخزن جوه الحشره، الحشره هي اللي بتنقل المرض، لما بتيجي تتغذى على نبات بتنقل المرض. ببتدي اعرف ان انا اكافح البكتيريا دي، ان انا اكافح الحشره، فانا لازم افهم كويس طبيعه المرض ايه، المرض عندي بيتنقل ازاي، بالهواء ولا بالتربه ولا بالالات الزراعيه او بسكاكين القطع لو مثلا بطاطس او حاجات بتزرع بالدرانات. لازم انا ابقى فاهمه طبيعه الاول، طبيعه المرض بتظهر، اللقاح بتاعها شكله ايه، محمول ازاي. طب محمول عن طريق حشره، يبقى انا كافح الحشره. طيب المرض عايز درجات حراره منخفضه، يبقى انا ما ازرعش النبات في درجات الحراره المنخفضه، يعني زي ما بيقولوا كده اتفادى حته المناخ الملائم للاصابه بالمرض، ازرعه بدري شويه طبعا متاخر شويه. يعني لازم برضو المزارع يبقى فاهم شويه انها مثلث مرتبط ببعضه. هو المثلث مرتبط ببعضه، ما ينفعش نشيل ضلع منه، ما ينفعش استغنى عن واحد منه. درجات الحراره زي ما قلت لك هي اهم حاجه المزارع لازم ياخد باله منها. الرطوبه، يعني ممكن تبقى الرطوبه لما بتعلى قوي لازم ده يعرفني ان في فطريات البياض الدقيقي والبياض الزغبي اللي على المحاصيل الورقيه من الخس والسبانخ والكرنب وكل المحاصيل الورقيه بتحب فطر البياض الزغبي اللي بيعمل هو بياض دقيق شويه، تحس ان النبات زي رش عليه بودره او رش عليه دقيق. ده فطر اسمه البياض الزغبي. الفطر ده بيحتاج الرطوبه العاليه. المفروض ان انا عندي المزارع اول لما بيحس ان الرطوبه عنده عليت في الحقل بتاعه او في المزرعه بتاعته، ان هنا ان ده مؤشر ان ممكن يحصل لي مرض كذا. في مبيدات وقائيه بتترش، هو التوعيه، التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. وفهم طبيعه كل مرض. زي ما قلنا زبول الذره محتاج درجات حراره منخفضه، بياض الدقيق والزغبي محتاج رطوبه نسبيه عاليه. عندي في مسببات مرضيه زي مثلا الفيروسات، الفيروسات دي بتحتاج مثلا درجات حراره معينه، لو تواجد درجه الحراره المناسبه وبقى في اصلا مسبب المرضي موجود ومع عائل مناسب قابل للاصابه، بتحصل المشكله. واحنا كل كلامنا ده مشاهدينا عشان ما تحصلش المشكله، وعشان نقدر نتفادى المشكله ان شاء الله قبل ما تحصل. المزارع بقى ممكن يجي يقول لك ايه، طب انا لو عملت كل ده هل هيبقى فعلا عندي احتماليه ضعيفه ان الزرعه بتاعتي يحصل لها اي اصابه، ولا في نسبه ضئيله من الاصابه؟ يعني خلينا نطمنه يعني. لا طبعا اكيد هو لو اتبع كل الوسائل زي ما بنقول كده، الوسائل الامنه في العمليات الزراعيه من بدايتها لنهايتها، ويتابع الارض بتاعته من البدايه ومن قبل الزراعه لحين حصد المحصول وظروف تخزين المحصول بشكل مناسب، ما افتكرش ابدا ان هو ممكن يحصل له اصابه حتى ولو بنسبه ضعيفه لو اتبع كل الوسائل اللي يعني الموصى بيها. ايوه بدقه شديده جدا، ومتاكد ان هو بينفذ صح، لان هو ممكن يسمع مننا المعلومه اللي هو رش مبيد وقائي كذا في الفتره كذا من عمر النبات، ويجيب المبيد فعلا ويرشه ويلاقي عنده حصل اصابه. انت ما رشيتش صح. ايوه انت ما رشيتش في الوقت المناسب. بالظبط. ما رشيتش بالطريقه المناسبه. طب هل اتاكدت ان انت المبيد عندك وصل للنبات؟ لا ما اتاكدش، هو سمع الكلام جاب المبيد رشه وروح بيته. هنا دي المشكله، عشان بس احنا ما نجيبش دايما الغلط على الباحثين او على النشره او التوصيه اللي جات لي. لا انت لازم تعرف ازاي انت بتطبق، ازاي كيفيه التطبيق، يعني كيفيه التطبيق. استعين بحد، مش لازم انت اللي تطبق بنفسك. وتبقى واقف معايا تعلم السنه الجايه، خلاص انا هعرف ازاي اطبق بنفسي وابقى فاهم يعني ايه المبيد وصل للنبات بالكميه المناسبه، وابقى فاهم التركيز ان انا عندي اكياس المبيدات بتجاب بتركيزات مش كلها واحده، ممكن المنتج او الماده الفعاله في شركه يبقى بتركيز، في شركه ثانيه يبقى بتركيز ثاني. فانت خدت مني اسم المبيد لكن ما خدتش مني التركيز، ما خدتش مني من انهي شركه، لان الشركه دي هقول لك تحط المبيد بتركيز معين، والشركه دي هيبقى بتركيز ثاني،
لازم موضوع التوعيه ان هو يبقى فاهم هو بيعمل ايه عشان ده النبات بتاعه محصوله في الاخر. يعني بس نركز على نقطه انه لازم يتابع المحصول قبل الزراعه مش بعد الزراعه، عشان التاخير ممكن يخلي هو فيه خلل. الارض بقى بتاعته قبل الزراعه بالظبط، طبعا بيتابع بعد ما بيتزرع، انما بيتابع الارض بتاعته هل عنده مصدر للقاح، طب هل السنين اللي فاتت حصل اصابه، بيختلف طبعا الموضوع على حسب بقى. مثلا يعني لو انا مثلا بزرع بصل وانا السنه دي جات لي مشكله في البصل مثلا، يعني عفن فحمي في البصل او عفن ابيض في البصل، دي من المشاكل الكبيره قوي للناس اللي بتزرع بصل في الصعيد. خلاص انت عارف ان انت عندك اوريدي عندك اللقاح في التربه، حتى انت خلاص لميت المحصول بس عندك اللقاح في التربه، متخزن في بقايا النباتات، متخزن في التربه، ممكن يجي لك مع ميه الري، ممكن يبقى متخزن في ادوات الزراعه سواء بقى من جرار من محرات او 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 انت لازم تبقى فاهم كويس ان انت قبل ما ازرع انا التربه بتاعتي لازم كده انها نظيفه يعني خاليه من المسببات المرضيه. طب انا كان عندي اصابه من 3 سنين، مش هقول اصل كان من 3 سنين فمش هيحصل لي حاجه، لا، في مسببات مرضيه بتكون ل 30 سنه، مجرد ما بتظهر الظروف البيئيه الملائمه لظهورها بيبتدي يحصل التفشي المرض، بيبتدي يحصل وباء زي مرض زي العفن البني، مرض بيفضل في التربه لمده 30 سنه. فلازم يتبع احتياطات معينه عشان يتلافى الاصابه بالمرض مره ثانيه. لازم 1 2 3 المرشد بيقول له، هو اكيد المزارعين برضه بيبقوا فاهمين الزراعه المفروض هو بيعمل ايه، تعقيم التربه وتنظيفها من المسببات المرضيه شويه لسه يعني المزارع مش عنده برضه الوعي ان هو ازاي يعقم التربه. طب وايه طرق تعقيم التربه؟ طب وايه طرق الامنه؟ وانا لما اعقم التربه هل انا كده انا متاكد 100% ان التربه نفذت خلاص مش هيبقى فيها اصابه مرضيه؟ هو لازم يبقى عنده الوعي ده، ولازم يخش ويقرا طرق تعقيم التربه كتير قوي، بنعقم بالشمس، بنعقم بمواد كيماويه، وبنعقم بإزالات ميكانيكيه لو في بقايا نباتات، ودي بيبقى اكيد فيها المسبب المرضي غير كلام، دي اول مصدر للقاح هي البقايا النباتيه في التربه. تمام. فدي بنجيب ناس بتلمها ميكانيكيا، بنغسل ادوات الزراعه، بنغسل لو سكاكين القطع مثلا لو بطاطس او كده لازم نطهرها في محاليل كل مع كل قطعه، مش مع كل برانش او كل فدان اقطع انضف السكينه، لا ده مع كل قطعه عشان ما يتنقليش المرض من سكين من درنه لدرنه. هو لو اتنقل من درنه لدرنه بالسكينه كده شكرا. الموضوع بس عايز دقه شويه، وممكن الخطوات دي تكون متعبه لكن هي مستاهله، هي مش سهله بس هي مستاهله ان الواحد فعلا يقوم بيها، لانه ده في الاخر اللي هيعمله هيعود عليه وياخد محصول كويس باذن الله. طيب عايزين برضو نتكلم في موضوع الخدمات اللي بيقوم بيها المزارع للمحصول سواء كان من تسميد او كيماوي او غيره، هل ممكن يستعين بالتنبؤ بامراض النباتات في الموضوع ده ولا؟ هو التنبؤ بيبقى يعني يديك فكره مسبقه عن انت ممكن يحصل لك ايه في الفتره اللي جايه، وبالتالي ممكن ترشد تكاليفك ازاي. يعني لو بدل ما يحصل لك الاصابه وتجيب مبيد مثلا ب 10,000 جنيه، التنبؤ بيقول لك لا انت خد بالك انت احتمال اللي يحصل المرض، هات المبيد دلوقتي مثلا ب 1000 جنيه وابتدي رش، يبقى انت العمليات الزراعيه انت قللت استخدام المبيدات، دي من ضمن العمليات الزراعيه. التنبؤ بيقول لك بيوفر عليكي حاجات كتير جدا انك تزرعي اصلا في منطقه مش ملائمه، التنبؤ بيقول لك ان المنطقه دي مش ملائمه لهذا النبات، مش او التنبؤ بيقول لك فين تزرعي، يعني تروحي فين تزرعي، بيوفر عليكي حاجات كتير جدا، اختيار المكان، بيوفر عليكي استخدام المبيدات اللي مالها طبعا من اضرار وتكاليف كبيره جدا. التنبؤ بيفيدك بده كله، يعني التنبؤ بيفيدك بيسهل لك كتير قوي، وبيوفر لك وقت وجهد وتكاليف. المزارع لو استخدم التنبؤ فعلا مظبوط هيقلل من تكاليفه كتير جدا جدا، ان احنا نقي المرض اقل بكتير قوي في التكاليف من ان انا نافح. التنبؤ بتاع العمليات الزراعيه طبعا التنبؤ ده كبير جدا في بيوعي المزارع ازاي يشتغل عمليات زراعيه صح، يحرز ازاي، يعقم ازاي، يزرع ازاي، تحديث الطرق للزراعه دلوقتي بقى في امان، بقى في ناس دلوقتي مش شرع بايديه، بقى في دلوقتي طرق رايز تحديثها، المايكنة بقى ليها دور كبير جدا دلوقتي. التنبؤ بيقول لك ان انت لما بتروي بنظام التنقيط مش بنظام الري انت الاصابه عندك بنسبه كبيره جدا، ايه؟ عشان المواد بيحتاج نسبه رطوبه كذا، فوفر لو رويتي بنظام الري مش بنظام الري، هو وفر عليك عمليات الزراعيه كتير. طيب يعني فكره ان انا ازرع بقى في ارض جديده، حاسه الموضوع
أسهل أصعب في المكافحة؟ يعني الأرض الجديدة تكون أكثر عرضة ولا لأ؟ معلش أكثر عرضة أراضي جديدة بنسميها أراضي بيك. لسه يعني أراضي بيك يعني بنقول كده يعني مصطلح اللي أرض نظيفة اللي أنت متخصص فيه. بس أهم حاجة إن اللي هاته لو لقيناها ومصاب بالأرض التربة على الأقل التربة اللي بنقلها تكون نظيفة. هتأكد ازاي يا جماعة؟ بعملها تحليل. مش احنا قلنا احنا لازم بنعمل ناخد تحليل، العينة من التربة بناخد عينات عينات مش عينة بشكل عشوائي طبعا. بشكل عشوائي طبعا. لا ده ليها نظام في طريقة أخذ العينة دي، ليها أسلوب وليها طريقة، واحد اتنين تلاتة تعمليهم عشان تعرفي تغذي عينة ممثلة من تربة أو من مية. طبعا الباحث هو اللي بيقوم بالموضوع ده. أكيد طبعا. لأن الموضوع زي ما قلت لك بيتم في المعامل ما بيتمش في المزرعة. لازم باخد العينه دي واروح بيها المعمل وبقوم ببعض الـ الاختبارات البكتيريولوجيه والفسيولوجيه والمورفولوجيه، وبعمل اختبارات كتيره جدا عشان اقول له العينه دي تصلح، انقلها للارض الجديده ما تخافش منها، او ازرع فيها، او اطمن الارض دي نظيفه. بس الاراضي الجديده، نقل التربه لازم اخد بالي قوي من موضوع نقل التربه. اللقاح اللي انا بزرعه او اسفه النبات اللي انا بزرعه لازم اتاكد ان هو اصلا ما فيهوش المرض. انا ممكن اجيب شتلات او بذور تكون حامله للمرض وانا ما اعرفش، ووديتها ارض جديده، يبقى انت كده جبتي المرض في الارض الجديده، كده احنا عملنا مشكله. فالمفروض ان احنا زي ما قلت لحضرتك هي التوعيه قبل اي حاجه، يعني قبل ما ناوي تزرع في ارض جديده او حتى ناوي تزرع في ارضك، لازم تبقى انت فاهم ان انت بتزرع حاجه نظيفه خاليه من المسببات، في ارض نظيفه، في ظروف جويه مش ملائمه للمرض اللي انت متوقع يجي لك عن طريق برنامج التنبؤ اللي بيقوله لك. برنامج التنبؤ بيقول لك والله انت بتزرع في الدلتا، بتزرع بصل، طيب انت المفروض تاخد بالك لو الرطوبه زادت انت هيحصل لك المرض الفلاني، ولو حصل ده وده استخدم المبيد الفلاني. ايوه حلو قوي. ولازم طبعا المزارع يكون فاهم وعلى وعي ودرايه عاليه بالموضوع، واحنا بنوعي اهو بنتكلم وحابين على قد ما نقدر ندي تفاصيل اوضح. واي مزارع ايا كان يعني يا دكتور عنده معلومه ما يبخلش على جاره، يعني انت جارك عندك مش قادر يخش على الانترنت، انت كنت قادر توصل لباحث او لمرشد زراعي، روح انت انقل المعلومه بشكل دقيق وصحيح. وبرده لو المتلقي اللي واخد المعلومه ده حاسس ان في خلل او في شك برده يروح يسال كذا مصدر. واهم حاجه يعني ناخد المعلومه من المصدر الموثوق منه عشان تكون المعلومه صحيحه. اكيد صح كده. وسائل الاتصال ما خلتش دلوقتي. يعني مش كل حاجه ناخدها من على الانترنت بتكون صح. على حسب الموقع اللي جايبه منه من على الانترنت. طب في مواقع تابعه لوزاره الزراعه او لمركز بحوث الصحراء؟ طبعا في مواقع كتير، مش بس مركز بحوث الصحراء، مركز بحوث زراعيه ومركز القومي للبحوث ووزاره الزراعه وصندوق الموازنه العامه. كل المبيدات والمخصبات بتتسجل في صندوق الموازنه العامه، بتبقى ليها اكواد بخش واتاكد هل المبيد اللي انا جايباه دوت فعلا متسجل في الوزاره وفعلا واخد الرقم الصحيح بتاعه، ولا انا بستخدم حاجه يعني مضروبه ومش هتديني نتيجه. لا في مواقع كتير، بس لازم تكون مواقع موثوق منها، مش منتديات يعني بالزبط. ولا مواقع مجهوله ما بقاش عارفه يعني الريفرنس بتاعها ايه من فوق. او مثلا حتى لو جبنا بحث بقى، لو ده لو مزارع يعني ايه شويه يعني ممكن ينزل بحث مثلا ويقرا، لازم ابقى فاهمه انا جايبه البحث ده منين، مجله ايه، المجله دي موثوق فيها ولا لا. أيوة. من انهي موقع. طبعا الموضوع ده يعني احنا طبعا موضوع الابحاث والمواقع اللي على النت دي احنا يعني نعتبر هو تخصصنا، لان هي دي المصادر بتاعتنا في المعرفه، وان احنا ازاي نتعلم وازاي ندرس، هي دي مصادرنا. لازم ابقى متاكده ان المصدر اللي انا جايبه منه ده مصدر موثوق منه، مش منتدى يعني. اهم حاجه مش في المنتدى يا جماعه. احنا حذرنا على قد ما نقدر عشان حضراتكم تستفيدوا. واتمنى ان شاء الله نبقى دايما في تعاون مع الباحثين، وعندنا ما شاء الله باحثين نشطاء جدا، ويا رب ان شاء الله المعلومه تكون وصلت لحضراتكم بشكل سليم واستفدتوا منها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نورهان عبد السلام، مساعد باحث بوحده امراض النبات بمركز بحوث الصحراء. شكرا جزيلا ليكي. ميرسي جدا. ميرسي قوي ليكي. مشاهدينا في كل مكان، انا عارفه ان الفلاح دؤوب جدا ونشط جدا جدا، وعنده يعني فطنه كده، فطنه بكر هي موجوده عنده في الاساس، ولكن برضو انت محتاج شويه توعي نفسك. وبيحصل متغيرات مهما كانت معرفتك، ومهما يقول لك انا فلاح ابن فلاح على راسي وعلى يعني بص فوق راسنا من فوق، ولكن في بعض المتغيرات اللي ممكن انك تضيفها لمعلوماتك بسبب
التغيرات المناخية، أي حاجة بتحصل لنا، أمراض جديدة. يعني بصوا الثبات ده شيء مستحيل، يعني زي ما بيقولوا كده دوام الحال من المحال، فطبيعي ده هيكون موجود في الأوبئة والأمراض. وأتمنى إن شاء الله السلامة لجميع محاصيلنا، ومش بس المحاصيل الاستراتيجية، لأن أي فلاح أيا كان لما بيبقى زرع بتبقى غالية عليه، محصول بقى استراتيجي غير استراتيجي، المهم إننا نخلي بالنا من زرعتنا. ما تروحوش في أي حتة، نرجع لحضراتكم مرة تانية بفقرة جديدة لكن بعد الفاصل.